مناضله في الحزب هذه 20 عام وانا مع هذا الاخ. كنطلب ربي سبحانه وتعالى داكشي اللي كيدير مع البشر واللي كيدير معنا ومع خواتاته ومع اليتامى ومع الجالات ومع، كنطلب ربي سبحانه وتعالى يقف لي داكشي في الباب ديالي ويرحمه ويرسل لي ويثبت عند السؤال. هذه الكلمه ديالي والاخوان كلهم ديال الحزب عزانا وعزاهم وحيد. السيد عبد الرزاق الله يعمر هذا كان معنا بواه وخوتو، كلشي كنا مجموعين، كنا عائله في المدينه، كنا بحال بحال وكنا خوت. ولكن عبد الرزاق كان ظريف وكان تيقرا مع ولدي وعمر ما حيد الدار ديالنا، والله يعمر هذا ورشيد يخدم معقول، عمرنا ما شفنا شي حاجه فيه ديال الخيبه ولا شي حاجه ما مزيانه فيه، الله يرحمه. كان رجل ثابت ورجل بعقله. اخ ايوب عبد الرزاق انا هو كنعتبره هو الاب الروحي اللي تعلمنا بزاف د الحوايج، تعلمنا منه التقطيع، تعلمنا من التكوين، هو اللي علمنا، هو اللي ربانا، هو اللي خلق فينا الروح ديال المبادره، خلق فينا واحد القطاع باننا نكون الان مؤثرين على جميع المستويات، وكنتخرجوا عليه دي شباب واطفال يعني، وانسان كان دائما فعال الى الخير، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يرحمه، الله يسكنه فتح الجنات ديالو. لان العطاء اللي عطاه والخدمه اللي قدم للمجتمع وقدم للشباب وقدم للمدينه وقدم للمجموعه وكذلك الحزب ان شيء لا شيء لا يصدق. فانا كنقول له هذا الله يرحمه الله يسكن فتح الجنه ديالو. وعاود اقول هذا ماشي خالي اللي توفى اليوم، هو مازال الاب ديالي، الاب ديالي الروحي اللي اطبنا وكبرنا على يديه وتعلمنا بزاف في الاسلام. فهذا هذا 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 اليوم هو تاريخ اللي ما خصوش مكروه، رصيد معرفي كبير ورصيد تاريخ الله يرحم الاخوان. راه كاينين ولكن الظروف ديال الجائحه هي اللي خلات الاخوان كلهم، يعني الاخوان جميع الناس جاو، كل شيء جاو من المدينه من المدن، كل شيء كيسول التليفونات كيعيطوا لان انا كنقول لك انا اعزكم، ولكن الظروف ديال الجائحه اللي خلات الاخوان ما يجيوش، ولكن الحمد لله هذا نتمنى من الله، الله يرحمه، الله يسكن فسح الجنات ديالو، والله يغسلو التأمين، الله يجعل القران ربيع القلب ديالو ان شاء الله، الله يرحمه. هذا المصاب صبرنا في هذا اليوم حول الانسان الطيب الاستاذ السي ايوب. هذا رجل عرفناه في مجالين، المجال الاخلاقي مستوى عالي جدا، الانسان الاجتماعي بطبعه وباخلاقه ومعاملته، على مستوى عمل جمعوي فهو حاضر في ساحه الاعمال الجمعويه بكل المقاييس، انسان خدوم خدم المجتمع المدني في جميع الميادين، كلما دقينا الباب ديالو الا وكنلقاو انسان موجود حاضر بمساعدته بتوجيهاته بكل المقاييس. رحمه الله وإن الله يثني عليه رجل.